اهلا بكم في قسم الفن. احدث خبر النهارده معانا في قسم الفن هو سفر الفنان والنجم السينمائي الكبير كريم عبد العزيز للمغرب من اجل تكريمه في مهرجان تطوان، وهو طبعا بيصور دلوقتي مسلسل مهم جدا من اهم المسلسلات اللي المفروض انها نازله في رمضان الجاي، وهو مسلسل الهروب. طبعا كان صعب ان هو يسافر علشان التصوير مستمر، لكن هو استاذن المخرج محمد علي في ان هو يسافر لمده 48 ساعه بس، هيروح هناك يحضر حفل الافتتاح والتكريم بتاعه، وهيرجع تاني يستكمل تصويره اللي بيصوره دلوقتي في استوديو مصر، وهو تقريبا انتهى من 30% من مشاهده في المسلسل، وما زال المسلسل مستمر، وفي سفر ليهم اعتقد خلال الاسبوع اللي بعد اللي جاي لما يرجع من المغرب، هيروحوا يصوروا مشاهد خارجي في مدينة رشيد، لان بعض من احداث المسلسل بتدور في مدينة رشيد. شكرا.